السلام عليكم طلابنا ودكاترة المستقبل الأعزاء، نرحب بكم أكاديمية العطاء الطبية. بالبداية نحب نبارك لكم قبولكم بكلية الطب، وصلكم لهاي المرحلة ألف ألف مبروك، ويا رب تكون رحلتكم بالطبية رحلة ممتعة ومفيدة ومليئة بالتفوق، وتعيشون بها أحلى ذكريات حياتكم. أعرفكم على نفسي، دكتورة فاطمة علي، بكالوريوس طب وجراحة عامة. إن شاء الله راح أخذكم مادة الفيزياء الطبية، مادة حلوة ولطيفة راح نتعرف عليها سوا إن شاء الله خطوة بخطوة، ونكون وياكم حتى ما تصعب عليكم. اليوم محاضرتنا عن الأشعة السينية الأكس راي، بس هي أحد تطبيقات الفيزياء الطبية، بس اليوم مجرد نتعرف على شنو هي الأشعة السينية، وإن شاء الله بالأيام الجاية ناخذها بتفاصيل ثانية، تفاصيل أكثر. هسه الطلاب قبل ما ندخل بتفاصيل المحاضرة، خلونا ناخذ فكرة بسيطة عن هي شنو هي الفيزياء الطبية. طبعا مجال الفيزياء الطبية هو اختصاص كامل بحاله، يعني مو جزء من الطبية، بس كونه يتداخل هواية بحياتنا ومهنتنا كأطباء احنا لازم ناخذ فكرة عنه. طلاب قوانين الفيزياء، احنا سواء نحب الفيزياء او ما نحبها، قوانينها متداخلة بكل حياتنا وموجودة بكل مكان. خلنا ناخذ لكم مثال. هسه مثلا هسه انتم شلون جاي تسمعوني؟ جاي تسمعون عن طريق ان الصوت جاي ينتقل لكم، تمام؟ الصوت هو يكون على شكل موجات، هاي الموجات ما صوت من توصل للأذن، انتبه هاي الأذن من هنا راح تنضرب بالطبلة مع الأذن، تمام؟ من تنضرب بالطبلة مع الأذن راح تحرك، أكو فد عظام صغيرة صايرة ورا الأذن راح تحركها، وهاي الحركة مع العظام من هنا راح تنتقل للأكو أعصاب، يعني هاي الأعصاب تلتقط هاي الحركة توديها للدماغ، والدماغ يفسرها ويقول إن هذا صوت شنو أنا جاي أحكي لكم، وهكذا، تمام؟ هاي فد مثال. ناخذ عن نظر، إحنا نعرف إحنا ما نقدر نشوف بالظلمة، لازم نحتاج ضوء، فالضوء هالنوع من أنواع الطاقة، من يساعدنا في فهم عمل الضوء هي الفيزياء، تمام؟ هسه حتى مثلا عندكم عمل الرئات، ذوبان الغازات وتبادل الأكسجين، هاي كلها الفيزياء ساعدتنا نفهمها. الضغط مال جسم الإنسان بسبب سريان الدم بالأوعية الدموية، ارتفاع الضغط وانخفاض الضغط، هاي كلها ساعدتنا بفهمها الفيزياء. عمل القلب، القلب هم بإشارات كهربائية، انقباضه هذا وانبساطه هم ساعدتنا الفيزياء افهمه. زين دماغ، نحن شلون نفكر، شلون نقرأ، شلون هاي كلها ساعدتنا الفيزياء، لأن دماغ بي إشارات كهربائية، وهي اللي ساعدتنا بفهم انتقال هذه الإشارات الكهربائية، لأن الكهرباء نوع من أنواع الطاقة اللي هي الفيزياء المختصة بدراسته. لهنا هسه تمام، يعني عرفنا إنه الفيزياء من خلال الفيزياء فهمنا أكثر شلون تشتغل وظائف الجسم. زين، هي الفيزياء الطبية مكونة من مصطلحين، من طبي هنا ميديكال يعني طب، وفيزيكس اللي هي فيزياء، معناها باختصار استعمال قوانين الفيزياء التطبيقية من أجل علاج وتشخيص الأمراض. زين هسه احنا عرفنا انها لها دخل بوظائف الجسم وفهمناها، شلون ممكن هاي الأشياء تساعدنا بالتشخيص والعلاج؟ هسه ناخذ لكم مثال. هسه احنا مو قلنا عن الصوت شلون ينتقل للإذن، هاي واحنا فهمنا عمل الصوت وطريقة انتقاله بسبب الفيزياء. عندكم جهاز السونار، سواء إذا شايفيه بالواقع أو شايفيه بالمسلسلات، السونار هو جهاز يستخدم الموجات فوق الصوتية، يستخدم هاي الموجات فوق الصوتية لتصوير أعضاء الداخلية، خصوصا أكثر استعمال شائع له هو خلال الحمل، حتى نعرف إنه هاي المرأة حامل أو لا، وكذلك نشوف نبض الجنين، تمام؟ عندكم أمثلة. هسه لو ناخذ أبسط الأمثلة، مثلا النظارات، نظارات هي تستعمل العدسات، هاي العدسات المكبرة، تمام؟ هاي العدسات افتهمنا طريقة عملها عن طريق الفيزياء. جهاز الضغط الزئبقي، هذا جهاز الضغط الزئبقي، من الربطة بالإيد، وهاي من يرتفع سائل الزئبق حتى نعرف هم شو قد يعني الضغط مع الإنسان، هاي عن طريق الفيزياء فهمنا، صنعوا هذا الجهاز وفهمنا. السماعات الطبية اللي هي أبسط شيء يستعملها الطبيب، سواء يسمع النبض أو يسمع التنفس مع المريض أو حركة الأمعاء، هي تستعمل في السماعة لتكبير الصوت، هاي عن طريق الفيزياء الطبية، تمام؟ عندكم مثلا محاضرتنا لليوم
اللي هي الأشعة السينية الإكس راي. الأشعة السينية هي أشعة كهرومغناطيسية تم اختراعها والوصول إلها عن طريق قوانين الفيزياء، عن طريق فرع الفيزياء الطبية اللي يصور لنا الأعضاء الداخلية، مثل هنا شلون مصورين الرئات حتى نشوف شبيها ما بيها، أو مثلا نصور الكسور من خلالها، نصور الأعضاء الداخلية الباقية، واحد مثلا عنده انسداد أمعاء وغيرها هواي أمثلة. هاي كل الجهاز احنا فهمناه وشلون اخترعوه عن طريق الفيزياء. عندكم مثلا الأطراف الصناعية، احنا مو قلنا عن طريق الفيزياء فهمنا شوية من ساعدتنا فهم عمل الدماغ، وهي طبعا هواي فروع من داخله، فمثلا هي من ساعدتنا بعمل فهم الدماغ والإشارات، انتقال الإشارات الكهربائية، قدرنا نصنع بديل يرتبط بيها عن طريق الأعصاب، يرتبط مثلا هنا مثل بالرجل وهكذا، ساعدنا إنسان ما يقدر يمشي خلينا نمشي، هاي هم عن طريق الفيزياء. زين مثلا عندكم عملية تصحيح النظر بالليزر، الليزر هو هم الفيزياء هي المختصة بدراسته وغيرها. الإشعاع بعد مثلا لا سامح الله الله يبعدنا ويبعدكم، لا شخص عنده ورم فيوجهون إلى مادة مشعة سواء يحقنوها بالوريد أو هي يوجهوها الجسم، هاي المادة المشعة اللي تقتل الخلايا السرطانية أيضا هي عن طريق فرع من فروع الفيزياء الطبية. فبهاي هسه من خلال هذا السلايد فهمنا أن الفيزياء الطبية من داخله بكل حياتنا، وهي تتضمن جزئين، تتضمن أنها ساعدتنا فهم عمل وظائف الجسم، وكذلك من خلال هاي الفهم وكذلك ساعدتنا بالتشخيص وعلاج الأمراض من خلال فهم قوانين الفيزياء وتطبيقها يعني بالطب. تمام ان شاء الله هسه هاي هنا السلايد فاخذتوا فكره بسيطه عن شنو هي الفيزياء الطبيه، وكان هذا السلايد واضح. هسه الطلاب بعد ما عرفنا هي شنو هي الفيزياء الطبيه وخذنا كم مثال عليها، طبعا اكو بعد هواي امثله بس احنا اخذنا كم واحد بس حتى توصل الفكره، اليوم راح نتكلم عن احد هذه الامثله وهي الاشعه السينيه الاكس راي. بهذه المحاضرة راح نفهم شنو هي أجزاء هاي الجهاز الأشعة السينية، وإن شاء الله بمحاضرات الجاية راح نتكلم بالتفاصيل أكثر عن وظيفته. في المواضيع اللي راح نناقشها بهذه المحاضرة وإن شاء الله بنهاية المحاضرة نكون فاهميها، هي عندنا الأوبجكتيفز معناها مواضيع. أول شيء راح نشوف شنو هي الإكس راي بارت. إكس راي هاي قلنا أشعة سينية، بارت يعني أجزاء، راح نعرف شنو هي أجزاء الأشعة السينية، أجزاء الجهاز مال الأشعة السينية. الاكس راي تيوب، الاكس راي تيوب اللي هو يكون هذا الاشعة اللي يطلع هذا الاشعة، الانبوب، تيوب معناها انبوب، انبوب الاشعة السينية. الاكس راي هارت، هارت معناها قلب، يعني هنا يقصد بيه اهم جزء بالاشعة السينية شنو هو راح نعرفه همات. الكاثود اللي يمثل القطب السالب، مثل القطب السالب بيه الانبوب مال الاشعة السينية بالاكس راي هارت. وعندكم راح نعرف شنو هي وظيفة هذا الكاثود وليش سميناه كاثود، وليش هو القطب السالب همات. هو القطب السالب لأن يطرد الإلكترونات فينطي إشارة سالبة. تمام، راح نعرف هو شنو، راح نعرف أيضا شنو الأنود اللي يمثل القطب الموجب، نعرف شنو هي شلون التصاميم مال الأنود، ديزاين يعني تصاميم، يعني نعرف شلون أشكال الأنود، شنو هي الأشكال اللي موجودة للأنود. راح نعرف شنو هي الفوكال سبوت، فوكال سبوت معناها نقطة التركيز، هاي اللي موجودة على قطب الأنود، القطب هذا الموجب راح نعرفه ونعرف شنو الفائدة مالتها. بنفت أو فوكال سبوت، بنفت معناها فائدة هذه النقطة، نقطة التركيز هذه اللي موجودة على قطب الأنود. تمام، هسه إن شاء الله لقدام راح نشرحن أكثر. بنهاية هاي المحاضرة راح نكون فاهمين كل هذه المواضيع. هنا قدامكم طلاب هذا رسم توضيحي لانبوب الاشعه السينيه الاكس راي تيوب. تمام، احنا قلنا الانبوب هذا مال الاشعه السينيه اللي بهمات القلب مال الاشعه السينيه يتكون من قطب هذا اللي نقدر نعتبره قطب سالب اللي نسميه كاثود. تمام، هذا اشارته سالبه، ومنه هذا الانود اللي اشارته موجبه. هذا الكاثود يطرد الالكترونات، تطلع من عنده الكترونات. تمام، هاي الالكترونات تروح تصطدم من هنا، تصطدم بالانود، تصطدم هاي صفيحة الانود اللي تكون اشارته موجبة، فهو يجذبهن الى يعني
من تصطدم بيه راح تحرر طاقة. هاي الطاقة اللي تحررها هي الأشعة السينية، هي الأكس راي. يعني الأكس راي هي الأشعة اللي تتحرر بسبب الإلكترونات اللي تصطدم بالأنود، تمام؟ ومن هنا يحيطهن هذا أنبوب زجاجي. ليش يحيطهن أنبوب زجاجي؟ حتى يعزلهن عن الوسط الخارجي. الوسط الخارجي بأكسجين، تمام؟ أكسجين هو عنصر مساعد على الاشتعال. ومن هاي الإلكترونات بها طاقة عالية وبها حرارة، يعني إذا ما نخليها بمنطقة فراغ ما بها أي هواء ما بها أي أكسجين كلنا نحترق. فهي تكون محاطة بأنبوب زجاجي، هذا حتى يعزلها عن الوسط الخارجي، تمام؟ زين، احنا خل نفهم انه ليش هذا الكاثود اللي هو يعتبر القطب السالب ليش جاي يبعث الكترونات. احنا من هنا هذا الكاثود يكون موصل بسلك كهربائي، تمام؟ تجي الكهرباء راح تشحن الالكترونات اللي موجودة هنا بخيط سلك، يعني راح تشحن الالكترونات الموجودة بهذا السلك تعطيها طاقة. الكهرباء هي نوع من أنواع الطاقة. هاي الإلكترونات الموجودة على السلك راح تكتسب هاي الطاقة، تمام؟ من تكتسب هاي الطاقة راح تتحرر، يعني تصير طاقتها أكثر من الطاقة مع السلك اللي رابطتها اللي مرتبطة به، فراح تصير طاقة عندها عالية تتحرر. من تتحرر يروح يجذبها الأنود، قلنا لأن هو إشارته موجبة. من يجذبها الأنود وتصطدم به راح تحرر طاقتها، يعني راح تفقد طاقتها. هاي طاقتها تفقدها على شكل أشعة سينية، تمام؟ هسه شوية تفقدها على شكل أشعة سينية، وإن شاء الله شوية بالسلايدات الجاية نوضح لكم أكثر عمل كل واحد بيهن. وقلنا إنه هو يكون محاط بغلاف زجاجي حتى يعزل عن الوسط الخارجي، حتى ما يدخل الأكسجين، حتى ما يشتعل. يعني هنا المين كومبوننتس يعني التراكيب او الاجزاء الرئيسيه للاكس راي تيوب، هاي اللي عرفناها هذن اللي قدامنا. تنجستن هذا معدن يسموه تنجستن تارجت، يعني الهدف هو هذا الانود نفسه. من هنا بي هذا المعدن الهدف اللي تصطدم به الالكترونات، تمام؟ الاكس راي هاي من قلنا تطلق الاشعه على شكل اكس راي. فاكيوم فراغ فاكيوم فراغ، هذا الفراغ كونه الغلاف الزجاجي اللي يحيطه، يعني يسوي له فراغ ما متصل بالهواء الخارجي. فيلمنت هذا هو من هنا السلك اللي مو قلنا التيار هو متصل بتيار كهربائي خارجي، يكون تيار متناوب يعطي كهرباء حتى من هنا الطاقة الالكترونات اللي موجودات بالسلك. هاي من الالكترونات اللي تتحرر تروح للانود. بس هنا أخذنا بس فكرة بسيطة عن شنو هو شكل اليوتيوب وشلون تنطلق الإلكترونات من الكاثود تروح للأنود. سنروح للسلايدات الجاية نوضحها بتفاصيل أكثر. بعد ما عرفنا شنو هو اليوتيوب مال الإكس راي أنبوب الأشعة السينية، خلنا نعرف شنو باقي أجزاء الجهاز مال الأشعة السينية. عندنا هنا أول شيء وحدة التحكم مال الجهاز مثل ما تشوفون بالصورة. عندنا وحدة التحكم بها الدقام، بها شاشة، هاي من خلالها نقدر نتحكم بقوة الأشعة السينية، نقدر نتحكم باتجاه الأشعة السينية على يا جزء، نحرك الجهاز من خلالها مثل ما تشوفون هم هنا بالصورة، نحرك الجهاز من هنا يمين يسار لفوق نصعده ننزله، قوة التيار اللي يجي للأشعة اللي يجي للجهاز، بالتالي راح تزداد القوة مال الأشعة السينية همات. قلنا يعني هاي التيار المتناوب اللي يروح للكاثود وينطي طاقة فتتحرر الإلكترونات بسببه، واللي يتكون الأشعة السينية هم من هنا هو نتحكم بقوة هذا التيار، وكذلك الاتجاه قلنا وعرض الحزمة ومثلا نحرك الجهاز للأعلى لأسفل ندوره وهكذا. عندنا مولد الطاقة، تمام؟ مولد الطاقة هو الجهاز اللي هي الجهاز اللي ينطي التيار. هاي منه هنا بالداخل تلقون الانبوب، بالداخل هذا الجهاز اكو الانبوب مال الأشعة السينية هنا،
فمولد الطاقة generator يعني مولد الطاقة هذا هو اللي ينطي التيار، تمام؟ هو اللي ينطي التيار لهذا الانبوب، هنا نتحكم به قلنا شغله ونطفي، وهو المولد هنا يعني هاي منانا يتحكم، وحدة التحكم هاي تتحكم بهذا المولد، تمام؟ اللي ينطينا الطاقة. قلنا التيوب هنا موجود بالداخل، لسه ما تنشوف هاي الصورة، هذا الانبوب التيوب هنا موجود بالداخل، هذا الكاثود القطب السالب اللي راح يبعث الكترونات، يبعثها اتجاه هنا الانود القطب الموجب، قلنا من تصطدم تحرر طاقة اللي هي الأشعة السينية، تمام؟ منا عندنا المسدد، عندنا بعد جزء يسمون مسدد، هذا كونيميتر، هذا الجزء اللي يسمون مسدد، هذا يتحكم بعرض الحزمة مع الأشعة السينية، البيم يعني حزمة، هاي الأشعة السينية يعني يعرضها أو يركزها أكثر، مثلا إحنا نريد مجرد هيك منطقة صغيرة من الجسم إن نصورها، أو نريد لا كامل البطن والصدر وهكذا، يعني هو يتحكم بعرض هاي الأشعة حتى نعرف إيش قد نصور إحنا، حسب إحنا إيش قد نريد نصور من جزء الجسم. وأيضا عندنا بعد إن هنا أكو صفيحة، صفيحة هاي تلتقط الأشعة اللي مارة من الجسم تكون جوا المريض، هاي الصفيحة، تمام؟ وهي اللي توديها آخر شيء تودينا للفيلم، الفيلم مع الأشعة السينية، هاي اللي هنا تنعرض الأشعة السينية، بعدين نقدر نسحبها، نعم تنعرض الأشعة السينية نقدر نسحبها مثل هاي الصورة، تمام؟ هسا عرفنا الأجزاء، دا نجي للسلايد الأكس راي بارت، أجزاء الأشعة السينية. قلنا عندنا أول شيء وحدة التحكم هاي، وحدة التحكم هاي اللي نسميها الأوبريتنج كنسول، هاي هنا وحدة التحكم، هاي معناها وحدة التحكم أوبريتنج كنسول. وعندنا هنا قلنا المولد، هذا الجنريتر، مولد هاي فريكونسي جنريتر، مولد ذو تردد عالي، فريكونسي تردد هاي عالي، هاي فريكونسي جنريتر مولد ذو تردد عالي، يعني يعطي تيار يكون عالي ذو تردد عالي، تيار متناوب ذو تردد عالي. وعندنا الاكس راي تيوب، انبوب الأشعة السينية هذا اللي شفناه هنا اللي بي كاثود والانود، ومثل ما جاي يشوفون لحظة يكون محاط من هنا بهذا الغلاف الزجاجي، يكون محاط بغلاف زجاجي قلنا حتى يمنع الأكسجين، حتى يعزلنا على الأكسجين حتى ما يحترق، تمام؟ وعندنا الأجزاء الآخرة الثانية الكوليميتر، الكوليميتر اللي هو هذا هنا، هذا هنا، هذا الكوليميتر قلنا يتحكم بعرض الحزمة حسب احنا شقد نريد نصور من الجسم، جزء صغير او جزء كبير. الجريد هاي الصفيحة، الصفيحة اللي تستلم الاشعة الموجودة جوا المريض. والاكس راي فيلم هاي اللي يطلع منه، تطلع على هاي الشاشة منه ونسحبها، نسحبها هيك، تمام؟ هسه صارت واضحة الاجزاء مع جهاز الاشعة. الجنريتر عندنا قلنا، والوحدة التحكم هاي، والتيوب، الكوليميتر هذا المسدد مال الحزمة، والفيلم، والصفيحة الموجودة جوا المريض. صارت واضحة الأجزاء هنا. الإكس راي تيوب، الأنبوب مال الأشعة السينية، يحتوي على القلب، الإكس راي هارت، القلب مال الأشعة السينية أهم جزء منها، اللي هو يتمثل ببساطة بالكاثود، قلنا القطب السالب والأنود، زين؟ هي وظيفة هذا اليوتيوب كله، هذا الانبوب كله، انه يعطينا اكبر ممكن، اكبر قدر ممكن من الاشعة السينية، ويقلل ضياع الطاقة على شكل حرارة. شلون يعني؟ هسه نكبرها، قلنا احنا مننا يجي تيار كهربائي، مننا يجي تيار كهربائي للكاثود، تيار متناوب، زين؟ هاي الكهرباء تمشي راح تروح لهذا السلك، هذا سلك معدني اللي يمشي بيه التيار الكهربائي، واير يعني، تمام؟ هذا الواير من أنا من يكون التيار عالي، الإلكترونات اللي موجودة بيه راح تكتسب طاقة كافية تخولها إنه تغادر هذا
هذا الواير، يعني راح تطلع من عده. تمام، من تطلع من عده وهي ذات طاقه عاليه، تجي هنا تصطدم بالصفيحه هاي مال الانود مال القطب الموجب. ليش راحت لهاي؟ لانه قطب موجب هنا سالبات، فهنا جذبته. تمام، فمن جذبته من اصطدمت بي، من تصطدم بي راح تحرر طاقه. هاي الطاقه تحررها على شكل أشعة سينية وعلى شكل حرارة. فإحنا هنا وظيفة اليوتيوب أنه يقلل هاي الحرارة ويزود لنا الطاقة. تمام، شلون يقلل هاي الحرارة؟ يقللها بأنه هاي الأنود، هاي الصفيحة مع الأنود القطب الموجب، تكون الدور. فهاي من أنا من الدور هاي الصفيحة راح تزيد المساحة السطحية اللي تصطدم بها الألكترونات، راح تضيع الحرارة. يعني من تزداد المساحة تضيع الحرارة. مثلا إذا عندكم فستشينة وحاميها على نار وحاولنا نموع هذا المفتاح بها، راح تقدر تموع لأن هذا المفتاح مساحته السطحية تكون صغيرة. تمام، فالطاقة راح تغطي كل هاي المساحة ونقدر نموعها. أما إذا جبنا فد صفيحة معدنية هائلة، ما راح تقدر هاي السكينة تموعها، ما راح تقدر تقصها. تمام، فهنا نفس الفكرة، احنا من ندور هاي الصفيحة مع الأنود، من ندورها راح تزداد المساحة السطحية، فراح تضيع هاي الحرارة. يعني راح تتبدد، راح يصير منطقة أكبر فراح تضيع بيها، مو مثل تأثيرها على منطقة صغيرة وثابتة فتكون مركزة. تمام، فمن خلال هذا الشيء نضيع ضياع الطاقة على شكل حرارة، ونوجه ويصير أكثر شيء الطاقة تتحول إلى الأشعة السينية. تمام، تحرر فوتونات، يعني من تصطدم الالكترونات هنا، من تصطدم بها تحرر طاقتها على شكل الاكس راي، على شكل الاشعة السينية، فوتونات الاشعة السينية. هسه هيك صارت واضحة؟ قلنا هاي، فلهذا السبب الانود يخلوه متحرك، يدور، يكون صفيحة الدور. فاذا نجي نقرأ السلايد، الاكس راي تيوب اللي انبوب هو انبوب الاشعة السينية، اكس راي تيوبس، انابيب الاشعة السينية are designed صممت and constructed وشكلت to maximize اكس راي production، يعني لزيادة انتاج الاشعة السينية. maximize يعني زيادة، يعني اقصى حد ممكن. الاكس راي production، production يعني انتاج الاشعة السينية، يعني هو صممه وشكله وصممه لزيادة انتاج الاشعة السينية الى اقصى حد ممكن. and to dissipate يعني تبديد، يعني تبديد او تقليل heat، قلل الحرارة مثل ما قلنا هنا، قلل فقدان الطاقة على شكل حرارة. as rapidly as possible يعني باسرع ما يمكن، رابط لي يعني سريع، as rapidly as possible بأسرع ما يمكن. الأكس راي تيوب انبوب الأشعة السينية is relatively simple، يعني هو تصميمه بسيط، يعني بشكل نسبي هو بسيط تصميمه. electrical device جهاز كهربائي، device يعني جهاز، electrical كهربائي يعني جهاز كهربائي. typically containing بسرعة، يعني بسرعة عامة، بسرعة خاصة، يتكون من، يشمل على جزئين، two principal elements عنصرين، يعني two principal elements يعني عنصرين يتضمن، اللي هو الكاثود، هذا الكاثود اللي قلنا عليه القطب السالب، والأنود هذا اللي هو القطب الموجب، واللي هن مثل الاكس راي هارت، هن اللي مثل القلب مال الأشعة السينية، لأن يعني كلها العملية مال إنتاج الأشعة السينية تعتمد على ذن الثنيان. تمام، هسه إن شاء الله هذا السلايد صار واضح وعرفنا شن هي أجزاء أو شلون تصير بشكل بسيط. روح للسلايد اللي بعده، الأكس راي هارت قلب الأشعة السينية. هاي منا مثل ما تجي تشوفون هي الأنود والكاثود، هذا الأنود عفوا هذا الكاثود وهذا الأنود. تمام، وهاي قلنا منا الزجاجي، هاي منا قلنا هاي الحافظة الزجاجية حتى تعزلنا عن الهواء اللي برا، حتى ما تصير عملية احتراق. هذا هو الجهاز قدامكم النانا، من يصطدم بجسم الإنسان يطلع لنا هاي الصورة من الأشعة السينية. هنا من تجي الإلكترونات،
أكل الإلكترونات ذات طاقة عالية تصطدم بالصفيحة مال الأنود، راح تحرر طاقتها على شكل هاي الأكس راي، هاي الأشعة السينية. من أنا هذا اللي قلنا إن حل المسدد اللي يتحكم بالحزمة، تمام؟ هنا هسه إذا نجي للسلايد، the heart of an X-ray machine، القلب مع الآلة الإكس-راي، machine يعني آلة، القلب مع الأشعة مع الآلة الأشعة السينية، الكترويد بير على قطبين، يعني الكترويد بير، بير يعني زوج، يعني قطبين زوج من الأقطاب كاثود والأنود، كاثود والأنود sits inside glass vacuum، فاكيوم تيوب، غلاس زجاجي، فاكيوم هذا فراغ يعني تيوب، هذا الزجاج المفرغ، هذا انبوب زجاجي مفرغ من الهواء، تمام؟ as the electrical current، التيار الكهربائي، electrical current يعني التيار الكهربائي، flows يعني يسير، flows يسير through the tube from cathode to anode، احنا مو قلنا هاي الالكترونات تمشي منه، هي الالكترونات يعني يقصد هاي التيار الكهرباء، هذا يقصد به هاي الالكترونات تمشي من الكاثود تروح للانود. The electrons، هاي الالكترونات undergo، راح تمر energy loss، an energy loss، راح تفقد الطاقة مثل ما قلنا من تصطدم هنا راح تفقد الطاقة، وهاي الفقدان الطاقة تفقدها على شكل الاكسري راديشن، راديشن تمام، راح تفقدها على شكل هاي الأشعة مال الإكس راي، راديشن يعني أشعة، يعني أقصد الإكس راي، الإكس راديشن الأشعة السينية، هاي راح تفقدها على شكل أشعة سينية. جنريتد يكون، يعني هي راح تكون لنا هاي الأشعة السينية، تمام؟ فهسه هذا السلايد إن شاء الله يكون واضح، إن شاء الله يكون واضح. عرفنا إنه من جينا من التيار للكاثود، هنا اللي الواير اللي هنا راح يحمي، راح يعطي طاقة للإلكترونات، هاي الطاقة تكون كافية إنه يتحرر من القيد اللي مربوط بي بهذا الواير، فيمشي من هنا على شكل تيار، فيروح هنا يصطدم بالأنود اللي هو القطب الموجب، هو جذب الموجب يعني، فراح تتحرر من يصطدم بي، راح يحرر طاقة فتتحرر على شكل أشعة سينية، تتحرك على شكل حرارة وأشعة سينية، بس قلنا إحنا الحرارة تتبدد لأن هو جاي يدور في الباب، فتتركز الأشعة السينية أكثر شيء. واضح هسه هذا السلايد؟ بعد ما عرفنا إنه قلب الأشعة السينية مكون من الكاثود والأنود، هسه إذا نجي للكاثود، كاثود مثل ما قلنا هو يمثل القطب السالب بأنبوب الأشعة السينية. فمن يجي تيار، تيار هذا تيار متناوب وذو تردد عالي، هنا هو يحتوي على سلك معدني، واير يعني، هنا واير كهربائي، سلك كهربائي هنا، فهذا السلك راح يحمي، تمام، لأن التيار اللي جاي عالي، فالإلكترونات اللي موجودة راح تكتسب طاقة قوية، طاقة أقوى من الطاقة اللي تربطها بالسلك، تمام، فراح تطلع، تطلع على شكل تيار، لأن هو التيار يعني حزمة من الإلكترونات، فالإلكترونات راح تتوجه للأنود اللي قلنا هو صاير إشارته موجبة. هذا السلك اللي موجود اللي تجي بالكهرباء مصنوع من مادة يسموها التنغستن، تمام، هذا السلك نفسه موجود بالجلوب، هذا الجلوبات العادية، إذا شايفين الجلوبات الزجاجية شلون هسه المرسومة، بها نفس المادة، بها واير من نفس المادة، هذا اللي يضوي، تمام، التنغستن فيلمنت يعني هاي سلك كهربائي يقصد به، فهي من تجيها تيار ذو تردد عالي يحمي ويكتسب طاقة، هاي طاقة يعني الإلكترونات العفو تكتسب طاقة بسبب هذا التيار، فتتحرر من السلك المعدني وتروح للأنود اللي إشارته موجبة. فهسه إذا نجي للسلايد، الكاثود اللي قلنا هو يمثل إن القطب السالب، the cathode is negative terminal، النهاية السالبة، terminal يعني نهاية، negative سالب of the tube،
من التيوب هذا الانبوب، يعني مثل ما قلنا يعني من انبوب الاشعه السينيه. Assembly and enclose tube assembly يعني من الانبوب مال الاشعه السينيه، and includes تتضمن the filament هذا السلك المعدني، هذا السلك المعدني تتضمن السلك المعدني الموجود هنا، السلك المعدني الموجود هنا which is small colloid wire يعني صاير ملولو، coiled عفو coiled wire، coiled يعني ملولو، تمام شكله هيك ملولو. That is commonly made from tungsten، ومصنوع من مادة هاي يعني made from tungsten، هاي المادة اللي قلنا هذا المعدن اللي مصنوع من عدة هذا الواير. The filament هذا السلك المعدني provides يوفر لنا الالكترونات الالكترونز for acceleration to the target يعني تسارع، هاي الالكترونات يصير لها تسارع لان تكتسب طاقه فتتحرك بسرعه وتقدر تتحرر عفوا acceleration يعني تتسارع to the target، التارجت الهدف اللي هو الانود اللي هي القطب الموجب لان هو يجذبها. التنجستن هذا المعدن a metal معدن with the desired properties بالصفات المرغوبة، properties يعني خصائص، الخصائص المرغوبة desired يعني المرغوبة for filament لأسلك المعدني يعني بخصائص المرغوبة مع السلك الكهربائي، العفو بالخصائص المرغوبة لأسلك الكهربائي. The filament السلك الكهربائي is normally powered by تجي طاقة نورم باورد يعني طاقة يعني تجي by alternating current، current يعني تيار، alternating يعني متناوب، تيار كهربائي متناوب. That is supplied to it اللي يجيها يعني يجيها من separated transformer من محول يعني محول طاقة منفصل، شلون ذاك الجنريتر قلنا من يجي يعني يجيها من محول طاقة منفصل. هسه تمام هذا الواضح للسلايد، عرفنا ان الكاثود بهذا ال بالواير مالته السلك المعدني، هذا الواير اللي مصنوع من مادة التنجستن من تجي كهرباء راح يحمى ويتطاقة للالكترونات اللي عنده، هاي الالكترونات راح تتحرر وتروح للانود اللي هو موجب. واضح هذا السلايد؟ وظيفة الكاثود، الكاثود عنده وظيفتين، القطب السالب اللي قلنا عليه عنده وظيفتين، وظيفة انه هو يعطينا الالكترونات، يطرد هاي الالكترونات من السلك حتى تيجي للانود، وايضا يطردها على شكل حزمة، على شكل حزمة متوازية يعني هيك بخط مستقيم. هاي شلون تسويها بخط مستقيم؟ احنا مثل ما نعرف انه الالكترونات، هاي الالكترونات تكون شحنتها سالبة، تمام زين، اذا هي شحنتها سالبه مو المفروض يصير تنافر لان الاقطاب الشحنات المتشابهه تتنافر، فالمفروض تروح منا وتروح منا وتروح منا، بس هو لا يمشيها بحزمه متساويه، حزمه متوازيه العفو. شلون هاي؟ من خلال هذا مو انا هذا الواير، هذا الواير قدامكم واير متصل بهذا الكاب، هذا يسموه كاب فوكسين كاب، كاب يعني كوب يعني شكله صاير مثل كوب، فوكسينج يعني تركيز، فوكسينج كوب هذا كوب التركيز مصنوع من مادة شحنتها سالبة، تمام شحنتها سالبة هاي المادة، فمنها الالكترونات من راح تتحرر وتكون شحنتها أكبر من الالكترونات، فهو لأن شحنتها سالبة والالكترونات شحنتها سالبة راح يعني يدفعها، منها شحنة سالبة ومنها شحنة سالبة راح يدفع الالكترونات، يعني يدفعها منها ويدفعها منها فصير على شكل حزمة، تمام؟ إنه صحيح الالكترونات بيناتهم هم شحنتهم سالبة، بس هو شحنته تكون أقوى، شحنته تكون أقوى من شحنة الالكترونات ذني، فيدفعهن يدفعهن منها يدفعهن منها يسوين على شكل حزمة مني طبعاً، فيصير على شكل حزمة متوازية تروح لنا للأنود. تمام؟ بس وظيفته
انه يعطينا الالكترونات ويمشيهن بشكل حزمه على شكل تيار تروح للانود بدل ما تتطشر من نانو ومن نانو. بس اذا نجي للسلايد، الكاثود فانكشن، فانكشن يعني وظيفه، وظيفه الكاثود the basic function، وظيفة الأساسية مع الكاثود is to expel. expel يعني يطرد، يعني ينطي الإلكترونات from the electrical، يطردها العفو، يطرد الإلكترونات from the electrical للدائرة الكهربائية، من الدائرة الكهربائية. يعني هو يطينا هاي من نانو، من هاي دائرة كهربائية، يعتبر الواير هذا يعتبر دائرة كهربائية لأن متصل من نانو بتيار، فوظيفته إنه يطردها من هاي الدائرة الكهربائية، من تكتم من خلال إنه يكتسب طاقة فيطلع. and focus them، ويركزهن، focus يعني تركيز، into a well defined beam. beam يعني حزمة، well defined يعني شكلها مرتب هيك، يعني well defined حدودها واضحة، يعني حزمة ذات حدود واضحة. aim at the anode، وتروح لنا للانود، تمام، وجهها للانود. the typical cathode، الكاثود الاعتيادي متعارف عليه يعني، consist of small coil، هاي قلنا الواير، الكويل يعني قلنا ملولو، هذا هو المصنوع من التنجستن، هذا الواير اللي قلنا عليه. هذا الواير اللي هنا اللي قلنا عليه. الفيلمنت هو سلك كهربائي اللي هو متصل ويا الكوب شيب ريجن. كوب شيب، شيب يعني شكل، كوب يعني كوب، يعني شكلها مثل الكوب، ريجن يعني منطقة، هاي المنطقة، المنطقة اللي شكلها مثل الكوب هو متصل بها، مثل بشكل، مثل قلكم مثل بشكل. فقلنا هاي منها تكون إشارتها سالبة، مصنوعة من مادة إشارتها سالبة، فتدفع ذن الإلكترونات واحدة من الثانية وتمشين مثل السرة، تمشين بشكل متوازي، تمام. هسه واضحة إن شاء الله. التيار اللي يجينا للكاثود، اللي يجينا للكاثود اللي هو القطب السالب، على مود يجينا للسلك الكهربائي هذا، التردد مالته يا اما يكون مايكرو، من مايكرو امبير الى ملي امبير، يعني يختلف حسب احنا شنو نريد نصور يعني. فاحنا نعرف انه هذا التيار اللي يجي هو اللي يحمينا السلك هذا الكهربائي، هو اللي يعطي الطاقه للالكترونات حتى تتحرر، تمام. فشي منطقي انه كل ما زاد التردد مال هذا التيار الامبيري، يعني كل ما زاد الامبير مالته كل ما راح تزيد الالكترونات اللي تتحرر، كل ما زيد هاي الالكترونات راح تزداد عندنا الاشعة السينية اللي تطلع، تمام، اللي هي اصلا اشعة سينية اللي تتحرر بسبب اصطدام هاي الالكترونات بالانود اللي هو القطب الموجب. فكل ما زادت الالكترونات زادت هاي الأشعة، زادت كثافتها يعني، كل ما زاد هذا التيار اللي يجينا، كل ما زاد التيار اللي إجا زاد عدد الإلكترونات اللي تطلع، تمام. فإذا هسه نجي للسلايد، in many X-ray tube، إنه بهواية تيوبات مال X-ray، التيار الكهربائي in many X-ray tube، هواي من الأنابيب مال X-ray، التيار supply to the filament اللي هو يروح للسلك الكهربائي اللي موجود هنا بالكاثود، هذا السلك الكهربائي اللي موجود بالكاثود. range يعني المدى مالته من few hundred micro amperes، مئات المايكرو امبيرز، مايكرو امبيرات، لحد سيفرال يعني عديد اوف ملي امبير، من مايكرو امبير لحد ملي امبير، تمام.
فيلمنت كورنت التيار الكهربائي اللي يسري بالسلك الكهربائي اللي مصنوع من الكنغستن اللي حكينا عليه. التيار هذا اللي يجي ممكن يكون متغير، هنا معناها مو متغير، ممكن يكون متغير أو ثابت حسب هو التقني، يعني شو يريد يصور بالضبط. هو يريده ثابت يريده متغير، يا جزء جاي يصور من الجسم وش قد يريد الشدة وهكذا، أو ثابت to maintain حتى نحافظ على constant ثابت tube current، أو يعني التيار اللي يجي يكون ثابت حتى نحافظ على تيار كهربائي ثابت بالتيوب مال الإكس راي. Remember that، تذكروا إنه الفيلامنت supplies the electrons، هذا اللي قلنا عليه هو هذا السلك الكهربائي اللي ملتف هيج هو اللي يعطينا الالكترونات. فالادجستمنت التحكم بالتيار الكهربائي اللي يجي لهذا السلك، تحكم بالتيار الكهربائي اللي يجي لهذا السلك راح يغير عدد الالكترونات المتحررة، نعم يغير هاي معناها يغير the number، الأرقام مال عدد الإلكترونات، تمام؟ عدد الإلكترونات المتحرر. That will boil off. Boil off يعني يقصد الإلكترونات اللي راح تهيج، اللي راح تهيج وتطلع الإلكترونات اللي راح تهيج وتطلع من ال راح تهيج وتطلع من السلك. This in turn وهذا بالتالي أيضا control the number of X-ray، لأن إحنا قلنا حسب عدد الإلكترونات راح تطلع الأشعة السينية، تمام؟ فإذا زادت عدد الإلكترونات تزداد الأشعة السينية اللي طالعة. This is in turn هذا بدورة control the number، control تحكم the number of X-ray بأعداد الأشعة السينية that the tube is generated اللي يكونها التيوب، تمام؟ filament current التيار الكهربائي مال السلك هذا اللي موجود اللي قلنا عليه هذا السلك controls the X-ray intensity، هو يتحكم بكثافة intensity بكثافة الأشعة السينية، تمام؟ بس واضح إنه كل ما زاد التيار اللي جاي للكاثود، الكاثود كل ما زاد التيار زادت عدد الإلكترونات اللي متحررة زادت عندنا الأشعة السينية، واضح؟ إذا نجي للأنود واللي هو يمثل الجزء الموجب من الأشعة السينية، الأنود عدة وظيفتين، هي الأنود طبعا المنطقة اللي تتكون بها الأشعة السينية، لأن الإلكترونات راح تصطدم بيها فتطلع من هنا فتتحرر تخسر طاقتها اللي تتحرر على شكل أشعة سينية، وتكون هي صفيحة كبيرة هيج مثل هاي، تكون مائلة هم عمود نوجه الأشعة السينية مين تطلع، تكون صفيحة كبيرة همات حتى تضيع الحرارة، حتى تقل الحرارة الناتجة، يعني تقل الطاقة اللي نخسرها على شكل حرارة وتزداد الأشعة السينية مثل ما وضحنا. هي وظيفتها يعني وظيفتين عدها، إنه تحول الإلكترونات الطاقة مال الإلكترونات إلى أشعة سينية، وأيضا تتخلص من الحرارة الناتجة بسبب هاي العملية، تمام؟ هسه إذا نجي للسلايد، الأنود، أنود هو component، هو الجزء in which the X radiation is produced، هو المكان يعني اللي الأشعة السينية تتكون، produce يعني تتكون. It's a relatively large piece، هي of metal يعني قطعة كبيرة من المعدن، piece قطعة، large كبيرة وهي معدن، هي قطعة كبيرة من المعدن. That connected اللي متصلة positive side، يعني قلنا هي القطب الموجب، تمثل القطب الموجب، فهي متصلة بجزء الموجب of the electrical circuit بالدائرة الكهربائية.
The anode has الأنود عنده وظيفتين two primary function وظيفتين ابتدائيات وظيفتين أوليات يعني convert electronic energy convert يحول الإلكترون energy energy طاقة يحول طاقة الإلكترونات into X radiation زين يعني يحولها إلى أشعة X اللي هي الأشعة السينية dissipate the heat يبدد الحرارة created in the process اللي تتكون بسبب هاي العملية يعني مو يفقد الإلكترون طاقته فهو يفقدها قلنا على شكل حرارة وعلى شكل أشعة سينية فهو يقلل هذا التبدد يعني العفو يبدد هاي الحرارة يقلل هذا التحول الخسران من الطاقة إلى حرارة ويزود لنا الأشعة السينية The material for the anode المادة المصنوعة منها المصنوع من عدها الأنود selected هي يتم اختيارها to enhance لتحسين الوظيفة يعني هاي الصفيحة اللي مصنوع منها ده الأنود صانعيها من مادة خاصة تحسن هذه الوظيفة اللي هي يحول لنا الطاقة مع الإلكترونات إلى أشعة سينية وأيضا يقلل لنا الطاقة المخزونة على شكل حرارة هسه واضحة ناشن هي وظيفة الأنود طبعا المحاضرة شوية راح تصير أكثر من ساعة فقسمتها جزئين هسه أريدكم تاخذون ريست فد 10 دقائق ترتاحون بيه تاكلون شي ورجعوا لي حتى نكمل المحاضرة